الفقرة دي بقى يا جماعة ترند بجد، يعني أنا يعني أنتوا لو استمريتوا معانا في الفقرة هتعرفوا أنا بقول ترند ليه. موهبة جديدة من نوعها وذكية ومتعددة المهارات. بقول ذكية ليه؟ علشان عرفت موهبتها واشتغلت عليها صح وبدأتها من سن صغير، ودي الخطوة الحقيقية في حياة أي موهوب، إنه ما يخافش ويغامر بكل ما فيه. ضيفتنا واحدة من الموهوبين اللي غامرت واشتغلت على نفسها ولسه بتحاول تطلع حاجات جديدة ومختلفة. منورانا الجميلة الكاتبة الروائية الحاجات كتير قوي قوي هنعرفها حالا، آلاء توفيق. منورانا حبيبة قلبي. ميرسي على الانترو الجميلة دي. انت اللي جميلة ومواهبك جميلة، وانا هسيبك يا جماعة، انا هسيبكو هي اللي تعرفكو بنفسها، انا مش هعرفها لان هي مواهبها كتيره جدا، بس كل واحد وهو بيسمعها يبقى تاتش وود كده، يعني ما شاء الله، يعني حاجه جميله. اتفضلي. انا اسمي علاء توفيق. تمام. كاتبه روايه اماليا وطالبه في كليه اداب اعلام سنه ثالثه، وبدي محاضرات فور باتر لايف او لصنع حياه افضل، ومصوره دعايه ومصممه اعلانات. يعني انتوا عديتوا كام حاجه؟ واشتغلت صحفية في جريدة الوطن وفريق الصحافة والإعلام الكويتي، واتكرمت فريق الصحافة والإعلام الكويتي كأشطر أصغر صحفية. سامعين يا شباب؟ سامعين يعني بنوتة ولاقية وقت يعني قد إيه؟ نشوف بقى، كلمينا عن كتابة الرواية، بدأتي فيها إزاي يا آلاء؟ أنا أماليا تالت عمل ليا، بس أول عمل يتنشر. قبل ما أكتبها كنت كتبت كتاب الأول ورواية تانية، بس ما نشرتهمش علشان حسيت انه المعايير اللي انا حطاها او الاهداف اللي انا عايزه اطلعها من العمل بتاعي للجمهور ما اتحققتش بالشكل اللي يخليني ساتيسفايد. فاللي هو لا، انا هدي للجمهور حاجه احسن من كده، انا هاخر الموضوع، انا هكبر سنتين ثلاثه كمان. ان انا كنت بدات، كان المفروض اول عمل ليا كان وانا عندي 15 سنه اصلا. تمام. وما رضيتش انشره لحد ما اماليا طلعت بالشكل اللي انا عايزاه يتقدم للجمهور بالشكل ده. انه انا بشوف ان انا دوري ككاتبه انه الجمهور يحس انه انا عبرت عنه، انا قلت اللي هو عايز يقوله، انا خليته يقول اه فعلا انا كان طول عمري نفسي اقول كده بس ما لقيتش حد يتكلم بلساني. ده دوري، ده الحاجه اللي انا المفروض اعملها له، سواء عن حياتنا اليوميه وتجاربنا الحياتيه او عن مشاعرنا النفسيه الداخليه اللي جوانا اللي يمكن احنا ما نقدرش نعبر عنها لاصحابنا، انا موجوده اعبر عنها ليه. فلما يقراها يحس بالتحام. من اهداف اماليا كان الالتحام يحصل بالاحداث ومش بس بالشخصيه، لان الاحداث هي ثابته في حياتنا كلنا، كلنا مرينا بالحاجات دي. ما اعتقدش ابدا ممكن حد يقرا اماليا وما يحسش انه انا مريت بده قبل كده، انا اعرف حد حس بده، انا اعرف حد مر بده، انا ما كنتش فاهم ليه فلان بيعمل كده بس انا فهمت من خلال القراءه اللي انا قريتها دي. دي كلها كانت اهداف انا عايزه احققها. تتكلمي عن الناس، بتشوفي مشاكلهم، بتدخلي جواهم. بالظبط. يعني اللي يقرا كده يتعمق فيها، يحس ان انت كاتبه له الروايه دي. بالظبط. مش كاتباها ليكي انت او كحاله معينه، لا، انت كل واحد هيقراها هيحس انه بيتكلم، ان انت بتتكلمي له هو. بالظبط. اه تمام. طب انت وانت بتقولي، انت قلتي ان انت كوتش محاضره، يعني ان انت بتدي محاضرات. ايه بقى، عايزه اقول اعرف ازاي بداتي محاضرات التنميه الذاتيه؟ انا بدأها من 5 سنين، ابان صغيره جدا، انا عارفه انا دايما بيتقال لي الكمان ده. احنا لسه قايلين لو انتم ما اخدتوش بالكم يا جماعه ان هي ثالثه كليه، يعني ايوه انا بداتها وانا في ثانوي. الموضوع كان بسيط جدا، انا عندي تايم مانجمنت كويس شويه، يعني انا دايما طول حياتي عندي تمرين، عندي مذاكره، عندي شغل، عندي بيت، عندي صحاب، عندي كله، بحاول ابالانس بينهم كلهم. فاللي حصل في الاول ان انا حد سالني اللي هو انت بتعملي ده ازاي؟ فكنت بشرح ازاي بنعمل جدول نقدر نلتزم بيه، نعمل تايم مانجمنت كويس. فبقت واحده، انا كنت بحكي لواحده صاحبتي فقالت لي انا في واحده صاحبتي ثانيه عايزاكي تقولي لها الموضوع ده، بعدين بقينا بنتكلم في مواضيع ثانيه، طب ازاي نستغل وقتنا صح؟ طب ازاي انا افهم موهبتي زي ما حضرتك قلتي في الاول؟ طب ازاي انا لو عندي موهبه اقدر اخدم بيها سوق العمل؟ مش بس انا عندي موهبه وقاعده بيها وفي سوق عمل متعطش وفي جمهور محتاج حاجه تتقدم له وكل ده في وصلات ناقصه بينها، ازاي افهمها واقدر ان انا استغل ده صح؟ واحده واحده بدا يبقى في ناس كتير عايزه تسمع. انا موجوده وعندي كونتنت، انا قاريه كتب كتير اقدر انقلها. انا اقدر اتكلم على لسان ناس حتى لو مش هقول الكلام مجرد من تجربه ذاتيه ليا. وفي ناس محتاجه تسمع، فطيب يلا.
اوكي. فالموضوع بدأ بسيط جدا في الاول، وواحده واحده بدأ يكبر، بدأ يتفرع، وانت طبعا قلتي ليه لا استغله في مساعده الناس والكلام دوت. بالظبط. طبعا كلنا بنبقى محتاجين في حاجات فعلا حد يعني، او احنا نظبط رتم حياتنا ازاي في اليوم، فده حلو جدا ان انت حد يدلك على الطريق، يعني حاجه جميله جدا. في حاجات انا لما اتعلمتها او قريتها فرقت قوي في حياتي، فعلا اقدر اقول ان هي غيرتها 180 درجه. فرقت في حياتك انت لسه الحياه الصغيره اللي عشتها. ايوه الحياه. لا اقدر اقول يعني ان هي نمت مهاراتي اكتر او خلتني اتقدم بسرعه. فحتى لو هي نصايح صغيره جدا، احيانا لما حد يقول نصيحه تحسي ان هي فرقت في الحياه كلها، اللي هو نورت الدنيا كده. حسيتي ان انت عملتي حاجه. بالظبط، عملتي انسبيريشن للناس. فده كان هدفي مينلي من السيشنز او المحاضرات، واعتقد ان انا بنسبه كبيره قادره احققه يعني ان شاء الله. طب طبعا كل ده طبعا انا عايزه اعرف بقى دور الاهل والمدرسه طبعا. رائع. من رائع. قمر. انا وصلينا القمر ده عشان الناس تفتح نفسها كده. انا عايزه هايلايت جدا الحته دي، انه ازاي الاهل والمدرسه ياخدوا بالهم ان في موهبه في الطفل انا محتاجه انميها، انا محتاجه اوجهه، محتاجه اقول له ان ده انت بتعمله كويس فازقه فيها، لان هو ممكن يكون مش عارف. ممكن كلمه واحده بس من دعم تخلي حد يبقى عنده اصرار جدا على حاجه، ممكن كلمه واحده بس تخليه هدمته. والحقيقه انا كنت محظوظه جدا في مدرستي، وكنت محظوظه جدا في اهلي وامي بالذات. اكيد حبيبتي، يعني هي اعتقد هي سبب الرئيسي ان الروايه تطلع للنور اصلا. فعلا هي الامهات يا جماعه دعم جامد جدا، وكل والاب والاخوات وكل حاجه. صدقيني لما بيبقوا في ظهر ولادهم بتحسي ان انت قويه. دي حقيقه، وبيوجهوكي فعلا. ايه الصح وايه الغلط، يعني احنا لازم كل واحد وكل اهل يدور على جوه ابنه ايه. دي حقيقه، جوه ابنه ايه، وينميه له ويسيب له الفرصه، ما يقولوش لا ايه ده انت لسه صغير ما تبقى تكبر. والحياه مش مذاكره بس، يعني انا عايزه استريس جدا على الهوايات. الواحد فعلا لما بيشتغل في حاجه بيحبها بيطلع فيها الباشن بتاعه احسن ما عنده. انا الحمد لله مدرستي كانت يعني عامله حصص كتير جدا عن الهوايات وازاي تنميها. وقت ما كنت انا في مدرسه، انا هي دلوقتي في حاجات كتير اتغيرت، بس انا كنت فعلا محظوظه في الموضوع ده، يعني ده مش رايي انا بس. فانا عايزه اوجه بس الاهل كمان انه مهم قوي ان انا اعرف هوايه ابني ايه وبيحب ايه بجانب حياته الاكاديميه او الدراسيه. ممكن يشتغل في الاثنين، ممكن يشتغل في ده ومجرد ان هو عنده هوايه خليه يستحمل ضغط الشغل والستريس اللي احنا بنبقى فيه على طول. ايوه صح فعلا. طب ازاي بقى بتلاقي وقت لكل ده؟ والله تنظيم. هقول لحضرتك على حاجه، انا ما عنديش حاجه اسمها وقت فاضي، ما عنديش المبدا ده. طب ليه الشباب بيقولوا انا يومي يا دوبك اصحى من النوم يعني على ما اتغدى يبقى يا خلاص يلا ما اكلم كلمتين مع صاحبتي ولا اقعد شويه على في الكافيه خلاص اليوم خلص، ومش لاقيين شغل وكلام كتير كده يعني. انا في وقت من الاوقات كنت بحس فعلا يومي قصير جدا، بس انا دايما بشوف انت لو عايزه تعملي حاجه هتقدري تلاقي لها وقت. هنعمل جدول في الحاجات اللي انا عايزه اعملها وهحطها، لو انا فعلا عايزه اعملها هلاقي لها وقت، بدليل ان احنا اوقات بنبقى مشغولين جدا ونطلع حاجه عايزين نعملها فبرضه بنلاقي لها وقت. فجدول الحاجات الصغيره اللي على فتره طويله، اللي هو الساعه في اليوم مش هتاخد منك حاجه، بس ساعه في اليوم كل يوم لمده سنه انت عملتي 365 ساعه، انت في حته تانية. مره في الاسبوع من حاجه معينه، صفحتين في كتاب كل يوم. الحاجات الصغيره والاستمراريه ده اللي بيفرق. مش لازم اقول ان انا عايزه اتعلم لغه جديده فانا هقعد 3 ايام كتب قد كده انا هذاكر دلوقتي، انا هبقى اجنبيه واحده واحده. مفيش حاجه اسمها كده خالص، كل خطوه خطوه. بالظبط كده. طب ازاي انجزتي ده في سن صغير؟ بدات بدري جدا. بدات بدري جدا، انا من وانا في ابتدائي بكتب قصص صغيره وبرسمها وبقول ان انا هكبر هكتب قصه كبيره علشان اعبر عن الناس. فمن وانا صغيره اهلي مركزين معايا في الحته دي وبيدعموني فيها. قريت كتير جدا 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 من وانا صغيره، كان اول ما يبقى معايا فلوس اروح اجيب بيها كتب، لدرجه ان انا بقيت اخبي الكتب، فاهمه اللي هو يعني طب نجيب اكل، طب نجيب لبس، نروح نجيب كتب بس عشان الكتب حاجه حلوه قوي. دي حاجه جميله جدا على فكره، مفيش اطفال بيعملوا كده يعني. اكتر حاجه لا حلويات، لا لبس، لا ميك اب، لا حاجات من الحاجات دي يعني. المفروض ده فكر كل البنات وكل
كويس جدا ان التفكير يا جماعه لسه في امل. اتعلمت كتير قوي بصراحه من الكتب اللي قريتها، علشان كده كنت كمان عايزه اكتب، وكنت مش عايزه الموضوع يبان ككتاب اكاديمي، عشان كده عملتها روايه، ان ازاي توصلي المعلومه بسلاسه باريحيه، وعلشان كده اديت الليكتشرز. طيب عايزه بقى تقولي للناس كده ازاي حولتي الموهبه دي لمهنه، يعني انت عندك مواهب كتير جدا ما شاء الله متعدده، ازاي حولتي المواهب دي لمهنه تستفدي منها؟ طيب هجاوب على السؤال بشكل عام، ازاي بنحول الموهبه لمهنه؟ سوق العمل حاجه انا بعرف اعملها، السوق متعطش ليها ولا لا، في جمهور ليها ولا لا، ده انا لازم ادرسه. في كتب كتير جدا بتتكلم عن ده، ويمكن كمان علشان انا دراستي بتدعمني فيه، بس يمكن دي كلمه السر، ازاي ان انا احرف او اظبط الموهبه اللي عندي ان هي تدخل سوق العمل لجمهور محتاجها، ده السر. السر التاني ممارسه، اي حاجه ما تمارسه يوميا ستتقنه بكفاءه، اي حاجه بتعملها كتير بكره هتبقى شاطر فيها، بتقلق كتير هتبقى حد قلق جدا، بتقعد تعيط كتير هتبقى حد نكدي جدا، بتذاكر كتير هتبقى شاطر جدا. نفس الكلام في الهوايات، وبرضو ارجع واقول الهوايه لوحدها مش كفايه، مش كفايه ان انا بس اقول انا عندي هوايه هي تخليني خلاص انا بيرفكت في الحته دي، لا طبعا خالص، لازم ندعمها ولازم نتمرن عليها كتير، ولازم نحاول مره واتنين. الموضوع ابدا ما فيش اي حاجه من اللي انا قلت عليها دي كانت بسيطه، ما فيش ياس، يعني كان في لحظات من الياس، ده بقى الدور اللي انا بقول فيه مهم قوي، الاهل والصحاب والناس، انت تبقي عارفه بتحكي لمين ومين جنبك، مين هيقدر يدعمك فعلا، وان انت تقوي نفسك كمان، طبعا كل ده بعد ربنا. طبعا في لحظات يأس، بس الفكره ان هو الواحد يبقى اللي هو لا انا عايزه اوصل، فبريح مش بوقف، بريح وباخد نفسي وبتبسط شويه وبرجع مره كمان مره كمان، نفصل شويه ونرجع تاني للحياه والريتم وكده، عشان نحس ان احنا انجزنا وعملنا كل حاجه حلوه. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. بص بقى يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان بجد شابو وتحيا مصر فعلا، هم دول الفراعنه اللي بجد، يعني هي دي الشباب، يعني بجد يا جماعة أنا مش قادرة أقول لكم أنا قد إيه مبسوطة بيها جدا، وإن شاء الله هتبقى أكبر روائية في الدنيا دي كلها في سنها الجميل ده، ونفسي هي تقول للشباب يعملوا إيه علشان ما يقاسوش ويدعموا حياتهم ويدوروا على شغل وما يقولوش وقتنا فاضي، نفسي أعرف حاجة كده، نصايح كده للشباب يعملوها. والله حاجات كتير، غير ان احنا بلاش يأس، انه كل حاجة تعملها لازم يكون ليها فايدة، ما ينفعش يوم يعدي ما استفدتش، مش هقولك ساعة بس، ما ينفعش يوم يعدي تكون ما استفدتش فيه حاجة، لازم تشوف تبقى بتعمل حاجة بتجيب لك دخل فلوس، بتعمل حاجة بتشجعك، بتعمل حاجة بتقويك، بتعمل حاجة هواية، بتعمل حاجة تنفعك في حياتك المهنية غير الشغل اللي انت بتشتغله، باعتبار انه الحياة المهنية بتكون درجات لأعلى، غير ممكن الشغل يكون ثابت شوية، حاجات كتير. ما نضيعش ابدا وقت خالص، يعني الوقت الحاجه الوحيده اللي لو راحت فعلا مش هترجع، لازم دايما يكون في جدول انا ماشيه عليه، لازم ما افقدش الامل، لازم اقرا كتير جدا جدا. القرايه فعلا دي حقيقه. انا بجد سعيده جدا بلقائك يا الاء، واتمنى اشوفك في مكان كبير جدا، مش قادره اقول لك ومش عارفه انهي فقرتك ازاي، لان انا سعيده بيها جدا بجد. أسعد. بشكرك جدا جدا ان انت نورتينا. ثانك يو ليكي. نطلع فاصل ونرجع بقى نستكمل فقراتنا.